نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. بعد مواجهات الشانزليزيه، الحكومة الفرنسية تدرس كل الخيارات لمنع تكرارها، ومن بينها فرض حالة الطوارئ. اتفاق بين بكين وواشنطن على تأجيل العقوبات الأمريكية ضد الصين، وترامب يحدد مهلة 6 أشهر للخروج من اتفاقية نافتا. أردوغان يتهم الرياض بعدم مشاركة معلوماتها بشأن مقتل خاشقجي، ويقترح على بوتين عقد قمة أخرى بشأن إدلب. بعد تونس، تحركات رافضة لزيارة ولي العهد السعودي للجزائر وموريتانيا. وشجرة الميلاد تضيء ساحة كنيسة مهد السيد المسيح. أعلن متحدث باسم الحكومة الفرنسية أن الأخيرة تدرس كل الخيارات لمنع تكرار مشاهد الشغب في باريس، ومن بينها فرض حالة الطوارئ. وقد أعلنت السلطات الفرنسية التعرف على هوية 3000 شخص ممن وصفتهم بمثيري الشغب، على أن تتم إحالتهم إلى التحقيق. منذ فجر السبت أقفلت الشرطة الفرنسية كل المداخل إلى جادة الشانزليزيه بحواجز تفتيش وتدقيق مركز. بعض الواصلين باكرا من السترات الصفر استطاع الدخول إلى الشارع السياحي الأشهر في العالم لإيصال رسالة واضحة عن أهداف هذا التحرك. لا أشارك عادة في التظاهرات، لكن الأمر الآن لم يعد يطاق في فرنسا. عندما نرى كيف ألغوا الضرائب على أصحاب الثروات ورفعوها على ذوي الدخل المحدود، فإن الغنية ستزداد ثروته والفقير سيزداد فقرا. الهدوء لم يستمر طويلا. الشرطة الفرنسية بدأت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع فور وصول الحشود إلى قوس النصر، أحد المداخل الرئيسية للشانزليزيه. لم نعد نعيش في بلد ديمقراطي. انظر خلفي كيف يستخدمون أموال الضرائب لمواجهتنا. الحكومة الفرنسية التي ترفض الاستجابة لمطالب السترات الصفر ركزت على ما جرى من أعمال شغب وقللت من حجم المحتجين. نحن منفتحون على الحوار، وكل الذين يريدون العمل مع الحكومة ومع النقابات ومع الأحزاب السياسية من أجل إيجاد الحلول، كما قال الرئيس، كلهم مرحب بهم. لقد صدمت باستهداف رموز فرنسا وبأنه جرى وضع علامة على قوس النصر، وأن تظاهرة عنيفة وقعت حول قبر الجندي المجهول. أريد أن أشدد على ضرورة احترام القانون وأن تبقى هذه التظاهرات سلمية. في ساعات ما بعد الظهر فقدت القوى الأمنية السيطرة على المشهد في محيط الشانزليزيه، فحلت أعمال الشغب. على الرئيس الفرنسي أن يرحل، ليس لديه خيار آخر. بالنسبة إلينا سنكون هنا كل سبت، الشعب الفرنسي يثور وماكرون يبقى خارج البلاد. إن لم يحدث خلال الأيام الفاصلة عن السبت المقبل أي حوار جدي بين الحكومة والمحتجين، فإن الأمور ستبقى أمام حائط مسدود وخيارات سترات الصفر محدودة جدا. العودة إلى الشارع. كل جهة من طرفي النزاع تتحدث لغة مختلفة تماما عن اللغة الأخرى. أصحاب السترات الصفر لن يهدأوا ويعدون بمواصلة الاحتجاجات، والسلطة الفرنسية لا تتراجع عن قرارات رفع الضرائب، وردها الوحيد حتى الآن يقتصر على القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه. موسى عاصي، باريس، الميادين. الرئيس ماكرون رأى أن الاحتجاجات التي شهدتها باريس لا علاقة لها بالمطالب السلمية والمشروعة، وفي مؤتمر صحفي في ختام مشاركته بقمة مجموعة 20 بالأرجنتين، اتهم ماكرون متظاهرين بارتكاب أعمال تخريبية وبأنهم لا يريدون التغيير بل إثارة الفوضى في البلاد. ما حدث اليوم في باريس لا صلة له بالتعبير السلمي عن غضب مشروع. لا يوجد أي مبرر للاعتداء على قوى الأمن ونهب مراكز تجارية وإحراق مبان خاصة وعامة والتعرض للمرة والصحفيين وتدنيس قوس النصر. الذين قاموا بأعمال العنف لا يريدون التغيير، لا يريدون تحسين الأوضاع، بل يريدون الفوضى.
ويفقدون القضايا التي يطالبون بها صدقيتها. سيجري التعرف عليهم ومحاسبتهم أمام القضاء. فور عودتي سألتقي رئيس الوزراء ووزير الداخلية. سأحترم دائما المطالب وسأتقبل دائما أيضا المعارضة، ولكن الفوضى غير مقبولة. وزير الداخلية الفرنسي لم يستبعد اللجوء إلى فرض حالة الطوارئ ودعا حركة السترات الصفر إلى الحوار. ما أقوله اليوم للسترات الصفر إن الحكومة تمد يدها إليكم. عرض رئيس الوزراء مقابلتهم وسيقترح لقاءهم مرة أخرى. نحتاج إلى الدخول في حوار وأن نكون على الطريق نفسها لإيجاد حل للخروج من هذه الأزمة. أقول للسترات الصفر عليكم حماية أنفسكم وحماية الشعب الفرنسي وحماية تراثنا وعدم المشاركة في هجمات المحرضين. وزارة التجارة الصينية أعلنت أن الرئيسين الأمريكي والصيني توصلا إلى اتفاق وافق ترامب بموجبه على العدول على تنفيذ قرار زيادة الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من وارداتها الصينية سنويا. أما البيت الأبيض فأوضح أن ترامب لم يتراجع عن قرار زيادة الرسوم، بل أرجأ تنفيذه لمدة 90 يوما، وذلك إفساحا في المجال أمام توصل البلدين لاتفاق ينهي الحرب التجارية الدائرة بينهما. وإلا فإن الرسوم الجمركية سترفع إلى 25%. ترامب وخلال رحلة العودة من قمة العشرين أعلن أنه سينهي العمل باتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية نافتا في غضون 6 أشهر. وأبلغ الصحفيين على متن الطائرات الرئاسية أن الكونغرس سيتعين عليه الاختيار إما باستبدال الاتفاقية بالاتفاق التجاري الجديد بين كندا وأمريكا والمكسيك، أو لن تكون هناك أي اتفاقية بحسب قوله. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد عدم وجود دليل مباشر يربط بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومقتل الصحفي جمال خاشقجي. وخلال مقابلة مع شبكة CNN شدد بومبيو على ضرورة استمرار التعاون بين بلاده والسعودية. قرأت كل جزء من المعلومات الاستخبارية الموجودة في حوزة حكومة الولايات المتحدة. لا يوجد دليل مباشر يربط بين ولي العهد وبين مقتل جمال خاشقجي. هذا بيان دقيق ومهم، وهو تصريح نخرجه إلى العلن اليوم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض موقف ولي العهد السعودي القاضي بعدم اتهام المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل ثبوت إدانتهم. وفي كلمته خلال قمة العشرين اتهم أردوغان الجانب السعودي بعدم تشارك ما لديه من معلومات بشأن القضية مع الادعاء العام التركي. باسم سعودي عربستان، ليس من الممكن أن يرضى العالم الإسلامي والعالم من دون معرفة كل المسؤولين عن هذا القتل الوحشي. من أولئك الذين أعطوا الأوامر إلى من نفذ؟ نحن لا نعتزم أن نؤذي الدولة السعودية والعائلة المالكة، ونعتقد أيضا أنه من مصلحة المملكة السعودية أن يتم الكشف عن جميع جوانب جريمة القتل وأن تتم محاكمة جميع المسؤولين عنها. أردوغان وخلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين اقترح عقد قمة ثانية بشأن إدلب السورية على غرار القمة الرباعية. كانت قمة إدلب التي عقدناها في اسطنبول بمشاركة 4 أطراف مهمة جدا، لكنني أعتقد أن هناك المزيد من الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها، وأعتقد أنه سيكون من الجيد عقد اجتماع آخر بشأن إدلب ربما في نطاق أضيق. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر عن أسفه لإلغاء نظيره الأمريكي اللقاء بينهما على خلفية حادث البحر الأسود. بوتين أكد شرعية موقف بلاده من حادث احتجاز 3 سفن حربية أوكرانية في مضيق كيرتش بالبحر الأسود. نحن لا نضع أي شروط مسبقة، لأن الأسئلة التي نناقشها لها أهمية كبيرة لأنفسنا ولسائر العالم، لأن قضية الاستقرار الاستراتيجي لها أهمية قصوى. أعني أن القضية التالية هي مسألة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. لديه رأيه الخاص حول القضية الأوكرانية ولدي رأيي. نحن نتمسك بآرائنا، لكن أبلغته عن وجهة نظرنا في هذا الحادث. من المؤسف أننا لا نستطيع عقد اجتماع كامل.
وبالرغم من توقع كثيرين عدم صدور بيان ختامي عن قمة العشرين والتي أنهت أعمالها في العاصمة الأرجنتينية، إلا أن بيانا صدر عن المشاركين بعد نقاشات مرهقة لم تنهي أيا من الخلافات التي افتتحت القمة على وقعها. المزيد مع ملك خالد. التناغم تام للصورة التذكارية بين القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين في دورتها 19، لكن التحيات المتبادلة والابتسامات العريضة لا تخفي حقيقة أن هذه القمة هي الأكثر انقساماً بشأن قضايا أساسية نوقشت خلال يوميها وأيضاً بين الدول المشاركة فيها. كلمات البيان الختامي جاءت فضفاضة حول التمسك باتفاقية باريس للمناخ التي ضربها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصميم بإعلانه انسحاب بلاده منها خلال قمة العام الماضي، وهو ما لم يتراجع عنه، وقد أشار البيان الختامي إلى هذا الأمر بوضوح. أما الكلام عن المشاكل التجارية الحالية وضرورة إصلاح وتحسين منظمة التجارة العالمية فلا يبدو قابلا للتطبيق في ظل استفحال الخلافات بين أكبر اقتصادات العالم الصيني والأمريكي. فيما بدت إدانة الإرهاب والقلق المعلن في البيان الختامي بسبب تداعياته نوعا من الضرورة الأخلاقية، فالدول العشرون الأغنى في العالم تستطيع وقف نزيف العقول والشبان من الدول المتضررة من الإرهاب بالاتفاق على آليات واضحة تقضي على الإرهاب في حواضنه وأبرزها الفقر والتطرف. قادة الدول التي تستحوذ على ثلثي التجارة العالمية فضلوا إصدار بيان ختامي للضرورة الدبلوماسية على عكس قمتين عقدتا هذا العام لمجموعة الدول السبع ولمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، اللتين لم تصدر عنهما البيانات الختامية الروتينية بسبب الخلافات. هذا البيان الختامي صدر بعد لقاءات ثنائية عديدة جرت بالتوازي مع أعمال القمة الرسمية، وهو بيان تلا نقاشات طويلة ومرهقة لم تتطرق إلى الخلافات التي تعصف بعلاقات الدول المشاركة سواء مع روسيا على خلفية التصعيد في البحر الأسود أو السعودية التي مثلها في القمة ولي عهدها المتهم بتصفية الصحفي جمال خاشقجي. هو بيان ختامي كالصورة الجماعية للذكرى، بينما لا يوجد على أرض الواقع ما يدفع المراقبين للتفاؤل بتجاوز أثره حدود أدبيات مجموعة الدول العشرين وذكرى انعقادها في بوينوس آيرس. أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أن روسيا حاولت التأثير في انتخابات الكونغرس الأمريكي أوائل الشهر الماضي. صحيفة ذا هيل الأمريكية نقلت عن وزير الدفاع الأمريكي قوله إن الرئيس الروسي حاول مرة أخرى تعكير المياه في انتخابات الكونغرس. أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وهو أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، رفضه الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي لنواكشوط. بيان صادر عن الائتلاف طالب كل المتمسكين بعدالة قضية الشعب الفلسطيني وكل المناضلين من أجل حقوق الإنسان وحرية الصحافة أن يعربوا عن عدم ترحيبهم بها، واتهم البيان بن سلمان بجعل بلاد الحرمين الشريفين السند القوي لإسرائيل بشهادة الرئيس الأمريكي. وفي الجزائر، أعلنت الرئاسة رسميا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور الجزائر اليوم على رأس وفد رفيع المستوى. الرئاسة الجزائرية قالت في بيان أن الزيارة ستستمر ليومين. في المقابل، وقعت 17 شخصية إعلامية وثقافية جزائرية بيانا اعترضت فيه على الزيارة التي تأتي في وقت يدرك فيه العالم كله أنه الآمر بجريمة قتل خاشقجي وفق البيان. وينضم إلينا من العاصمة الجزائرية مراسلنا أسامة عبد النور. أسامة، أهلا بك. بداية في يعني نتحدث أكثر حول كيفية التحضيرات، الشارع الجزائري المعارض لزيارة بن سلمان كيف يستعد لهذه الزيارة بعد ساعات؟ بالفعل الشارع الجزائري ميزه هذا الصباح تعزيزات أمنية غير مسبوقة في العاصمة الجزائر، تحديدا في ساحة البريد المركزي وساحة أودان في قلب العاصمة الجزائرية، أين يتوقع أن
يحل ربما بعض النشطاء وبعض الحقوقيين ليحتجوا في وقفة رمزية ضد زيارة بن سلمان إلى الجزائر. هذه الزيارة التي تم رفضها منذ أكثر من أسبوع عبر حملات غير مسبوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقف حزبية قوية جمعت كل الأحزاب إسلامية كانت أم علمانية ترفض زيارة هذا الشخص الذي تلطخت يداه بالدماء والذي أساء ربما لثوابت ما زالت لحد اليوم في الجزائر، منها عدم أو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وكذلك تجريم الحرب القائمة في اليمن التي لم تذر ولم تأتي بنتائج ملموسة مثلما كانت تعد السعودية، وثبات الجزائر على رفض مشاركتها في هذه الحرب يبقى أكبر دليل على ذلك. على صعيد آخر يرتقب أن يصل بن سلمان للجزائر في تمام 4 مساء بتوقيت الجزائر، 5 بتوقيت القدس، ثم سيستقبل على مستوى المطار من طرف الوزير الأول أحمد ويحيى أو وزير الخارجية سيد عبد القادر مساهل لتتم الزيارة مسائية، ويبيت هنا في الجزائر ثم يغادر صباحا إلى الأردن. الزيارة حقيقة بحسب بيان رئاسة الجمهورية هي زيارة على رأس وفد وزاري هام ستثمن الدورة المشتركة الجزائرية السعودية 13 التي وقعت مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية مثل ما وصف بيان رئاسة الجمهورية. ولكن البيان في فقرته الأخيرة قال بأنه ستفتح نقاش جدي وعميق حول مسائل تهم الجزائر، منها القضية الفلسطينية ومنها مسائل الدول العربية في المنطقة العربية الشقيقة، هكذا وصف البيان. واعتقد أنه سيتم الحديث عن السبل الناجعة لوقف حرب اليمن التي نزفت هذا الشعب ولم تأتي بنتائج ملموسة مثل ما كانت تقول السعودية. كما ذيل البيان الحديث عن أسعار النفط ونقاش حول هذه الأسعار التي تسببت في زلازل في اقتصاديات بعض الدول ومنها الجزائر. إذا أسامة عبد النور مراسلنا من الجزائر، شكرا لك. بالتأكيد سنعود إليك لمعرفة المزيد حول التطورات. في الجزائر أيضا أحيت السفارة الفلسطينية اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين. المشاركون في هذه الفعالية شددوا على أهمية وحدة الصف الفلسطيني وضرورة تجاوز الانقسام، مجددين تأكيد وقوف الشعب الجزائري إلى جانب الفلسطينيين. نحن كجزائريين نعتبر أن استرجاع سيادتنا منقوص تماما ما دامت فلسطين تئن تحت وطأة الاحتلال الصهيوني الغاشم. احنا اليوم تضامننا هو تضامن لا مشروط، ونعتبر أنفسنا جسورا يمر عليها الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع سيادته كاملة. أصبح رئيس الكيان الصهيوني يستقبل بالأحضان في بعض العواصم العربية، فنقول نحن الجزائر دوما وأبدا نعتبر بأن قضية فلسطين هي قضيتنا دائما وأبدا، لأننا عانينا من الاستعمار وعانينا من الاستمرار وعانينا من الظلم، فلذلك دائما الجزائر دوما وأبدا مع الشعب الفلسطيني. كذبت صحيفة معاريف الإسرائيلية خبر مد أنبوب غاز بين إسرائيل وأوروبا، ووفق الصحيفة فإن 4 دول معنية بتصدير الغاز من المنطقة بادرت إلى فحص جدوى مد الأنبوب في مسار بحري معقد بتكلفة تقدر بين 6 و8 مليارات دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن كلفة الغاز سترتفع بعشرات النسب، مضيفة أن تصدير الغاز إلى أوروبا يمكن أن يخرج إلى حيز التنفيذ فقط بعد إيجاد زبائن كبار سيوافقون على التوقيع على اتفاقات طويلة الأجل لشراء كميات كبيرة من الغاز بثمن ثابت. الفيديو الترويجي والذي نشره الإعلام الحربي لحزب الله خلف ارتباكا في إسرائيل برز في تعليقات بثت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف وسائل الإعلام. بسان طرف. أهلا بكم. إسرائيل مرتبكة وقلقة، والسبب اعتداء على لبنان، أي غارة جوية على لبنان، أي قصف على لبنان سنرد عليه حتما حتما حتما. هذا
ما نشره الإعلام الحربي المركزي بالأمس، وبعد أقل من ساعة فقط احتل هذا الفيديو وسائل الإعلام العبرية ومنصاته الإلكترونية، وانتشر كالنار في الهشيم داخل المجتمع الإسرائيلي. الفيديو استدعى ردا وتعليقا من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحت عنوان تهديداتكم فارغة، ليعقب ذلك استنفار إعلامي إسرائيلي كبير. أيها الصهاينة إن تجرأتم فستندمون، عنوان بارز في كل الوسائل الإعلامية العبرية التي ركزت على أن حزب الله يهدد إسرائيل مرة أخرى ويشن من خلال شريط فيديو حربا نفسية عليها، وعلى أنه حدد القواعد العسكرية الإسرائيلية أهدافا لهجوم محتمل، وهو ما يظهر أن الحزب يملك معلومات دقيقة عن تلك المواقع الإسرائيلية. يأتي هذا الفيديو ردا على سلسلة إجراءات اتخذتها إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، آخرها كان تكثيف طلعات طائرات استطلاع حديثة فوق الجنوب والعاصمة اللبنانية بيروت وصولا إلى منطقة البقاع، إضافة إلى شنها هجوما وهميا خلال اليومين الماضيين فوق الأراضي السورية ترافق مع مناورات فنية إسرائيلية وهجوم إلكتروني بهدف تضليل الرادارات واستكشاف جاهزية الجانب السوري. سبقتها أيضا مناورات برية حاكت هجوما إسرائيليا على إحدى القرى الجنوبية استخدمت فيه الروبوتات بدلا من الجنود. الفيديو تضمن رسالتين، الأولى على لسان السيد نصر الله الذي أكد حتمية الرد على أي عدوان على لبنان ورددها 3 مرات، والثانية تضمنت صورا وإحداثيات تؤكد أن المقاومة لا تعرف المواقع العسكرية والاستراتيجية فقط، بل إنها ستستهدفها بصواريخ متطورة أيضا إصاباتها دقيقة ومباشرة. شغلت إذن إسرائيل بالأمس بفيديو ترويجي لا يتعدى الدقيقة ونصف الدقيقة، خاطبهم فيه حزب الله بلغتهم. ردود أفعالهم واستنفارهم وارتباكهم كانت إزاء فيديو فقط، ليطرح السؤال عن طبيعة ردود أفعالهم تلك حين تمطر المقاومة كيان الاحتلال بصواريخها، إذا فكرت إسرائيل يوما في الاعتداء على لبنان. هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأوركسترا السيمفونية العراقية تعزف في بغداد. أهلا بكم من جديد. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على وزير الخارجية الأمريكي بتأكيد أن البرنامج الصاروخي الإيراني دفاعي ولا ينتهك قرارات الأمم المتحدة. قاسمي أشار إلى أن الوزير الأمريكي يستند إلى قرار دولي تم نقضه من قبل واشنطن بانسحابها من الاتفاق النووي، وكان مايك بومبيو قد قال أن إيران اختبرت صاروخا متوسط المدى قادر على حمل رؤوس حربية في انتهاك لقرار مجلس الأمن 2031. في لبنان اتهم رئيس حزب التوحيد العربي وئام مهاب شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بقتل مرافقه، وفي حديث للميادين وضع وهاب الإشكال بين شعبة المعلومات وعناصر حمايته الشخصية في إطار محاولة اغتياله، وحمل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري المسؤولية عن ذلك. اللي صار هو طريق التحدي لكل الناس، واجوا وبلشوا يدفشوا الناس ويضربوها واطلقوا النار، وصار تبادل لاطلاق النار، وانا تقديري اللي صار كان قد يؤدي لمذبحه يتحمل مسؤوليتها سعد الحريري شخصيا. والان الدم الذي اريق هو برقبه سعد الحريري، نحن لا نعترف باحد الا بسعد الحريري وسمير حمود وعماد اسمان، الدم برقبه هؤلاء الثلاثه، هذا العسكري اللي قوص ما خصه.
حذرت الأمم المتحدة على لسان مفوض الشؤون الإنسانية من أن اليمن يقترب من كارثة كبرى، وأنه يمثل أكبر مسرح لعملية إغاثية أو إغاثة إنسانية في العالم. مارك لوكوك أكد أن اليمن سيحتاج إلى مساعدات أكبر بكثير في العام المقبل بسبب الوضع المتدهور الذي يعيشه، وجدد استعداد الأمم المتحدة لأداء دور أكبر في ميناء الحديدة. في اليمن ترفرف الأعلام السعودية والإماراتية إلى جانب علم ما كان يسمى اليمن الجنوبي في ذكرى الجلاء البريطاني. اليمن يواجه وحيدا منذ 4 أعوام عاصفة الحرب والتدمير والتفتيت والاحتلال وارتفاع دعوات إلى خروج الاحتلال الجديد. تقرير أحمد عبد الرحمن. في ذكرى الاستقلال حضرت أعلام ما يسميها اليمنيون دول الاحتلال والعدوان إلى جوار علم ما قبل الوحدة، وغاب العلم اليمني. احتلال جديد يحيي ذكرى خروج احتلال قديم، أو هكذا بدا الأمر في الذكرى الأولى بعد 50 لجلاء آخر جندي بريطاني من عدن جنوب اليمن. واليوم الجنوب نفسها تحتلم بريطانيا بأيادي عربية، السعودية والإمارات، فالجامع بينهما شو واحد، شيء واحد دنا كقوى مناضلة العدوان. الجامع بينهما أنهم سيخرجون، سيطردون من أرض الجنوب مثل ما طرد جلست بريطانيا 129 عام. هنا في عدن قوات ترفع أعلاما انفصالية وتستعرض في ذكرى الاستقلال، وفي حضرموت يتحرك السفيران السعودي والأمريكي، وعلى مقربة منها في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان تتعالى الصيحات المناهضة للوجود السعودي أو ما بات يسمى بالاحتلال، بينما الاغتيالات والجماعات المسلحة تنتشر في جميع المحافظات. ما يجري الآن في المحافظات الجنوبية من اغتيالات، من اعتقالات، من اضطهادات، من تعذيب جسدي، من اغتصابات، ذلك يدل على أنه لا أخلاق لمن هم متواجدون الآن في تلك المحافظات. السحر ينقلب على الساحر أحيانا، وفي حالة تحالف السعودية والإمارات يرى اليمنيون أن احتلالهما سينقلب عليهما بما هو أشد. لا تشابه بين العام الأول والعام الرابع بالنسبة إلى التحالف المنقذ، وقد تحول إلى احتلال لدى أبناء المناطق الجنوبية أنفسهم بسيطرته على محافظاتهم والموانئ والجزر والممرات البحرية الحيوية وآبار النفط، ويقولون كل الغزاة والمحتلين نهايتهم واحدة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. أعلنت البحرية الأمريكية العثور على قائد الأسطول الخامس الأدميرال سكوت ستيرني ميتا في مقر إقامته في البحرين. بيان قائد العمليات البحرية الأمريكية الأدميرال جون ريتشاردسون أعلن أن تحقيقات مشتركة تجري حاليا من قبل دائرة التحقيقات الجنائية البحرية الأمريكية ووزارة الداخلية البحرينية لمعرفة أسباب الوفاة. وتم تعيين نائب رئيس غرفة عمليات البحرية الأدميرال جيم مالوي مكان ستيرني بصورة مؤقتة وإرساله إلى البحرين بانتظار تعيين قائد جديد. أدت السيول الناجمة عن غزارة الأمطار إلى إغراق أغلب شوارع مدينة الموصل، ووفق ناشطين فإن منسوب المياه ارتفع إلى أكثر من نصف متر في عدد من مناطق الجانب الأيمن للموصل، فيما شهد الجانب الأيسر فيضانات كبيرة. وقد أصدرت فرق الدفاع المدني تحذيرات للمواطنين تضمنت عدم الخروج والتنقل في شوارع المدينة. رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي وجه خلية الأزمة والمحافظين والأجهزة الأخرى ذات العلاقة باتخاذ القرارات الفورية اللازمة للتقليل من أضرار السيول. بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أكد أن الأولوية هي لحماية أرواح المواطنين ثم الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتم طلب رفع تقرير عاجل لتوفير المساعدات العاجلة للمتضررين من السيول. وللمزيد ينضم إلينا من العاصمة العراقية مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. عبد الله، المزيد من التفاصيل حول الأضرار بسبب هذه السيول، أيضا إلى جانب ما ذكرنا كيفية تحرك السلطات المعنية
بغية إنقاذ ما تبقى، إن كان يعني إنقاذ المواطنين وأيضا إنقاذ ما تبقى من ممتلكات. نعم دينا، الأولوية كما وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي هي للمواطنين وبعد ذلك للممتلكات، وهذا بعد يوم من إعلان الحكومة المحلية حالة الاستنفار بمحافظة نينوى عقب السيول التي قطعت حتى الطريق الرابط ما بين نينوى وغربها باتجاه تل العفر، وكذلك ما بين نينوى وإقليم كردستان بعدما انهار عدد من الجسور المؤقتة المثبتة من قبل الهندسة العسكرية العراقية، على اعتبار أن هناك أمطار بغزارة مستمرة تسببت هذه الأمطار بتشكيل هذه السيول والفيضانات التي أدت لأضرار في الجانب الأيمن بشكل كبير، كذلك الأضرار التي طاولت خيم العوائل التي لا تزال حتى هذه اللحظة في خيم تهم القوات العراقية خارج مركز محافظة نينوى. التقديرات تشير لإتلاف قرابة 3000 خيمة لهذه العوائل. الدفاع المدني العراقي نجح حتى هذه اللحظة بإجلائها ونقلها إلى أماكن أخرى، ومن ثم تهيئة الظروف الملائمة لاستيعاب الحالة والتطورات التي نتجت عن هذا الطقس، لكن حتى هذه اللحظة لا ضحايا جراء هذه السيول. هذه السيول تعتبر هي الموجة الثانية التي ضربت محافظة نينوى ومحافظة صلاح الدين تحديدا في الشرقاط، وكذلك محافظات الديوانية وواسط وجزء من محافظة ديالى، وربما في الجزء الجنوبي من العراق تمكنت القوات العراقية وكذلك طيران الجيش من إخلاء العوائل في القرى الموجودة والتي حوصرت فيها العوائل العائلات بفعل هذه السيول، وتمكنت من إجلائها إلى أماكن أكثر أمنا من أجل يعني إخراجها من تلك المناطق حتى تتمكن الفرق الهندسية العراقية من إما توجيه هذه السيول باتجاه الأنهار وكذلك الأنهار الفرعية، أو حتى تتمكن القوات العراقية بالتنسيق مع الهندسة العسكرية العراقية من إيجاد وتسيير هذه السيول باتجاه بعض الأماكن التي تصب في الأنهر الفرعية في المحافظات الجنوبية. هناك سيول قدمت في وادي حوران بمحافظة الأنبار، وكذلك سيول طاولت محافظة الديوانية. التقديرات تشير إلى أنها بفعل الأمطار الغزيرة التي استمرت لمدة 7 أيام، وكذلك بفعل السيول التي قدمت من الحدود العراقية السعودية. طيب عبد الله، ربما إلى جانب هذا الموضوع لابد من السؤال عن التطورات الحكومية، موضوع ملف التشكيل الحكومة العراقية إلى أين وصل؟ أو الوزراء المتبقين في الحكومة العراقية؟ نعم دينا، لم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة عن وجود توافق نهائي على الحقائب الثلاثة، الدفاع والداخلية كانتا الأساس، والثالثة هي العدل التي ألحقت بهما على أساس الحقائب التي لم يتواصل الأفرقاء إلى نتيجة واحدة، أو لم يتوافقوا على نتيجة لتمرير الأسماء في جلسة مجلس النواب العراقي التي تأجلت إلى الثلاثاء من هذا الأسبوع، وبالتالي هناك خلافات مستمرة حتى هذه اللحظة. هناك إصرار على بعض الأسماء لأن يكونوا ويشغلوا هذه الوزارات، خلافات بين الديمقراط الكردستاني والاتحاد الوطني حول حقيبة وزارة العدل، بعض القوى داخل تيار الإصلاح رفعت سقف رفضها لتمرير هذه الأسماء، هي تصر على سحب الثقة عن عدد من وزراء عبد المهدي 14 الذين مرروا في أول جلسة نيابية ناقشت البرنامج الحكومي وكذلك منحت الثقة لأعضاء حكومة عبد المهدي، وبالمناسبة هم داخل التحالف الوطني، يعني من أحزاب التحالف الوطني. حزب الفضيلة أيضا انضم لمن يطالب بسحب الثقة عن بعض الوزراء. حتى هذه اللحظة ليس أكيدا إن كانت الأطراف العراقية قد وصلت إلى نتيجة نهائية لتمرير. حتى رئيس الوزراء العراقي في مؤتمره الأسبوعي ذكر دينا من أن جهدا سياسيا كبيرا يبذله الإصلاح من جهة والبناء من جهة وسائرون والفتح من جهة من أجل أن تكون هناك صيغة توافقية أو صيغة وسط من أجل تمرير الحقائب الثمانية التي بقيت في حكومة عبد المهدي. إذن عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد، شكرا جزيلا لك. ونذهب إلى جانب عراقي مغاير، حيث الفرقة السيمفونية الوطنية تعزف ألحانها وتقدمها بشكل دوري إلى جمهور عريض يتفاعل معها. محمد الفهد. ليلة بغدادية مفعمة بالموسيقى،
حضور جماهيري كبير غصت به مدرجات المسرح الوطني للاستماع إلى ألحان فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية. العراقيين هم أصلا يحبون الجمال ويحبون الحياة ويحبون الموسيقى. أتمنى يعني وزارة الثقافة من الحكومة أن تعتني بهذه الفرقة، يعني هي الصرح الثقافي الأول بالبلد. يعني 5 عقود مرت من عمر هذه الفرقة التي بقيت بهوية فنية بعيدة عن تقلبات السياسة ومديحها، تكافح من أجل البقاء رغم قلة الدعم والاهتمام بأعضائها، رصيدها تمسك المتذوقين لألحانها. الأوركسترا السيمفونية عرفوه كل الزين، ما كانت في اليوم من الأيام بوق لأي حتى في الحكومات السابقة لم تكن بوقا وظلت محافظة على احترامها. التفاعل الكبير من قبل الجمهور يشي بعلاقة روحية مع الموسيقى من قبل العراقيين وبحب عميق ومتنوع لفرقتهم العتيدة. نعزف لكل الناس وكل الطوائف وكلها تحبنا وتحترمنا وجمهورنا يعني واسع. الجانب المضيء من حياة العراقيين يبدو أكثر إشراقا وحيوية، فتذوق الفن والموسيقى صفة هذا الشعب المحب للحياة. شغف الموسيقى فقط هو الجسر الروحي الذي يربط ما بين أعضاء الفرقة السيمفونية العراقية والجمهور البغدادي المحب لهذا النوع من الموسيقى، فبرغم الظروف بقيت هذه الفرقة تعزف من أجل مكانتها ولتلبية ذائقة العراقيين الفنية. محمد الفهد من المسرح الوطني العراقي ببغداد، الميادين. في مهد السيد المسيح أضيئت شجرة الميلاد، حيث شاركت جماهير غفيرة في المراسم الاحتفالية لإضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم المحتلة. إضاءة الشجرة تأتي إذانا بانطلاق احتفالات الأعياد المجيدة في فلسطين المحتلة. رئيس الوزراء رامي الحمد الله والذي تقدم المشاركين في إضاءة هذه الشجرة أكد أن الأعياد المجيدة في فلسطين هي حدث وطني بامتياز. وبعلو 70 مترا أضاءت العاصمة البرازيلية شجرة الميلاد بعد غياب لسنتين، وقد تجمع الآلاف لمشاهدة الألعاب والعروض النارية التي رافقت إضاءة الشجرة بنحو 2 مليون مصباح. تحتفظ مدينة غزة المحاصرة كوخا صغيرا يحمل طموحات كبيرة لأخوين افتتحا ورشة صناعة خشبية في محاولة لكسب رزق في مجتمع غزة الغارق في البطالة. لنا شاهين. في بعض الأحيان تقف أسوار الحصار عاجزة عن محاصرة إبداع الغزاويين، فقصة نجاح الأخوين هبة ونضال تضفي هالة ضوء على المشهد القاتم في غزة. البداية كانت مجرد فكرة صنع إطار لتجد لها لاحقا موطئ قدم في حيز وجود يبشر بالازدهار. يدا بيد وخطوة تلو الخطوة يسير الأخوان هبة ونضال في مشروع الزخارف الخشبية وبإمكانات محلية. حبينا نعمل برواز احنا يعني صنعنا، فبلشنا جبنا خشب وبلشنا نعمل في خشب، صممنا التصميم للبرواز وبلشنا نعمل. الحمد لله يعني في البداية ما زبط،
ثاني مرة زبط. والدي حب الفكرة وشجعنا، عمل لنا الكوخ هذا، حاولنا نعمل الأنتيكة بدقة وبإتقان عالي. وبالنسبة للتكاليف فإنه تكاليفها متناول فئة المجتمع. جيش من جيل الشباب عاطل من العمل بنسبة وصلت إلى 65%، قضت على طموح 120 ألف متخرج على مدار 12 سنة من حصار لم ينجو منه أيضا مشروع الأخوين. مش كل الأنواع الخشب متوفر بسبب الحصار الإسرائيلي، بس إحنا بنقدر ندبر حالنا بالخشب الموجود في غزة. طبعا الخشب اللي بنستخدمها لازم تكون ناشفة ومجففة أقل إشي سنتين عشان تقدر نستخدمها بكل سهولة. الكهرباء بتعوقنا كتير ومنقدرش نسلمها، منقدرش نسلم الطلبية بشكل سريع. مشروع بتكلفة في أضيق الحدود يأمل الأخوان أن يلقى رواجا أكبر في زمن الكساد نتيجة حصار احتلال يتفنن في تدمير البلاد والعباد. لن شاهين غزة، ميادين. والآن إلى أخبار الرياضة مع الزميلة أمان مهنة. أماني صباح الخير. صباح الخير جيلا. تفضل. شكرا. أهلا بكم. في الدوري الإيطالي ابتعد يوفنتوس في صدارة الترتيب العام بعد الفوز على أرض فيورنتينا بثلاثية نظيفة في الجولة 14. لاعب الوسط رودريجو بنتانكور افتتح التسجيل في الدقيقة 31 قبل أن يضاعف جورجيو كيليني النتيجة في الشوط الثاني لينهي كريستيانو رونالدو مسلسل الأهداف من خلال ركلة جزاء. النجم البرتغالي يتصدر قائمة الهدافين بعشرة فيما اليوفي لم يعرف طعم الخسارة بعد، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول وبفارق 11 عن ملاحقه نابولي قبل أن يلتقي أتلانتا يوم الاثنين. في الدوري الإسباني عاد ريال مدريد إلى نغمة الانتصارات بعد الفوز الصعب على ضيف فالنسيا في الجولة 14 بهدفين نظيفين أنهى ساحر الأرض الموقع لمصلحته. الظهير الأيمن داني كارباخال أعرب عن سعادته بعد انتهاء المباراة لأن الفريق كان بحاجة إلى جرعة معنوية بعد خيبات عديدة في الدوري المحلي. الملكي رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 عن إشبيليا المتصدر. إشبيليا قد يفقد صدارته الليلة لمصلحة برشلونة في حال التعثر أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس. برشلونة يتخلف بنقطة واحدة عن الصدارة قبل أن يواجه الليلة فياريال على أرضه. البرازيلي أرثر سيكون الغائب الأبرز بسبب الإصابة التي أبعدته أيضا عن دوري أبطال أوروبا سابقا. المدرب إرنستو فالفيردي استغرب خلال مؤتمره الصحفي عدم تأهل لاعبه ليونيل ميسي إلى المرحلة النهائية للكرة الذهبية. على وقع المظاهرات والاعتقالات في العاصمة باريس سينطلق حفل الكرة الذهبية عشية الاثنين. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أبدى رأيه بالجائزة الفردية خلال مشاركته في قمة دول العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، وقال إن نصف لاعبي منتخب فرنسا يستحقون التتويج بالكرة الذهبية. إنفانتينو أسف لما حدث في نهائي كأس ليبرتادوريس ووصف المشاغبين بالأغبياء لأنهم حرموا الملايين الفرحة، فيما ألمح إلى فشل الجهات الأمنية بفرض سيطرتها قبل انطلاق المباراة ما دفع إلى نقلها للعاصمة مدريد. في الدوري الإنجليزي الممتاز واصل مانشستر يونايتد مسلسل نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدفين أمام مضيفه ساوثامبتون. المدرب جوزيه مورينيو أبدى حزنه لنيل نقطة واحدة فقط علما أنه أثنى على جهود لاعبيه بتحويل الخسارة بهدفين إلى تعادل. هذا وكان جاره مانشستر سيتي يتمسك بالصدارة أكثر بفوزه على بورنموث بثلاثة أهداف لواحد. في ألمانيا قطار انتصارات بوروسيا دورتموند لم يتوقف، وهذه المرة أوقع ضيفه فرايبورغ ضحية له بهدفين نظيفين أنهى صاحب الأرض لقاء ماركو رويس افتتح التسجيل من خلال ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يضاعف هداف البوندسليغا باكو الكاسار النتيجة في الوقت البدلي عن ضائع. بوروسيا عزز موقعه في صدارة الترتيب العام ب 33 نقطة بفارق 7 عن بوروسيا مونشنغلادباخ قبل أن يلتقي لايبزيغ اليوم.
الفوز كان من نصيب بايرن ميونخ ايضا بعدما اسقط مضيفه فيردر بريمن بهدفين لواحد. سيرج جنابري قاد بطل المانيا الى نيل النقاط الثلاث باحرازه ثنائيه. الفريق البافاري رفع رصيده الى 24 نقطه في المركز الثالث مؤقتا. ناشئات إسبانيا يكتبن انتصارا تاريخيا للكرة المحلية بعد التتويج بكأس العالم لما دون 17 عاما للمرة الأولى. الفوز في النهائي جاء على حساب المكسيك بهدفين لواحد في الأوروغواي مضيفة البطولة. كلاوديا بينا قادت الماتادور إلى الانتصار بتسجيلها ثنائية لتحقق إنجازا عجز عنه منتخب الرجال في روسيا الصيف الماضي. هذا وكانت نيوزيلندا فازت في المركز الثالث على حساب كندا. السلة الأمريكية عودة غير موفقة لستيفن كوري مع جولدن ستيت ووريرز بعد تعثره أمام مضيفه ديترويت بيستونز. كوري كان الحاضر الأبرز بعد العودة من الإصابة فسجل 27 نقطة. زميله كيفن ديرانت كان هدف لقاء ب 28 نقطة، لكن إحصاءات نجمي بطل الـ NBA لم تكن كافية في ظل تألق تشكيلة ديترويت بحيث سجل 6 لاعبين ما يزيد عن 10 نقاط. جولدن ستيت تجمد رصيده عند 15 انتصارا في المركز الرابع للمنطقة الغربية. مع هذا الخبر نختم الموجز الرياضي وعود عليك دينا. شكرا لك يا أماني وسلامة قلبك أيضا. شكرا. والآن إلى العناوين. بعد مواجهات الشانزليزيه الحكومة الفرنسية تدرس كل الخيارات لمنع تكرارها ومن بينها فرض حالة الطوارئ. اتفاق بين بكين وواشنطن على تأجيل العقوبات الأمريكية ضد الصين وترامب يحدد مهلة 6 أشهر للخروج من اتفاقية النافتا. أردوغان يتهم الرياض بعدم مشاركة معلوماتها بشأن مقتل خاشقجي ويقترح على بوتين عقد قمة أخرى بشأن إدلب. بعد تونس تحركات رافضة لزيارة ولي العهد السعودي للجزائر وموريتانيا. وشجرة الميلاد تضيء ساحة كنيسة مهد السيد المسيح. للمزيد زور صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net. إلى اللقاء.